20 ليس مدون لدينا في كشف التعليق. إذا نهني ونبارك لجميع الفائزين المتوجين لهذه الفترة الصباحية. ما زلنا متواصلين بتواصل أشواطنا وبانطلاقات هذا الصباح شوطنا التاسع. إذا وصلتنا معلومات صاحب المركز الخامس اسم الفائز لعلي بن طحنون بن مهيرة المري، له التهنئة وله الناموس على فوز وحضور شعار مع المركز الخامس شوطنا الماضي. نبدأ مع انطلاقة شوطنا التاسع لنتابع معكم فئات الإفكار ومنافسات الإفكار وهذا الاختبار الذي نتابعه لمنافسة الشعارات لنرى ماذا تخفي لنا أمتار هذا الشوط من تحديات وانطلاقات. أول المراكز وأول الأسماء ومن تفتتح النداء عزة لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي، من يمتلك عزة على المركز الأول. المركز الثاني نتابع على ثاني التحديات الغالية لعلي بن سعيد بن علي البريص المري على ثاني المراكز. يتابع هذا الشعار راشد بن علي بن راية من يقدم لنا انطلاقة وتقدم الغالية رغم غلاها الغالي عند راشد مقدمها أيضا في هذا الشوط ممنيا النفس بانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثالث نتابع نويعس لحمد محمد بن جهويل على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع التحديات التقدم من قبل مشاهدي الكرام الذخيرة علي بن سيف الشهواني على المركز الرابع. المركز الخامس التقدم مشاهدين الكرام أيضا من الشعارات والأسماء الحاضرة وصول شعار باللفشح القادم بهذه اللحظات مع الظبي سالم بن هادي بن سالم الفيدة المري ومع المركز الخامس ومع ختام ندائنا الأول الأسماء الخمسة الأولى. أتابع أيضا شعارات وأسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء تابعوه على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية. ترقبوا قدوم الأسماء والشعارات اللي خلف النداء وخلف الأسماء المذاعة. لنعود إلى المركز الأول لنعود بالنداء مع الخماسية الماسية لنتابع معكم أول المراكز وتقدم دم من قبل الذخيرة أو هذه اللي على المركز الأول الغالية على أول المراكز. الغالية تحمل شعار غالي وشعار بالراية من يرفع راية المنافسة بالانطلاق مع أول المراكز. ضيف قادم من المملكة العربية السعودية من ميدان الجزيرة للمشاركة على أرضية ميدان التحدي مع بالراية على المركز الأول علي بن سعيد بن علي البريص المري. المركز الثاني أبناء الشحانية قادمين على ثاني المراكز. هذا شعار جبار حاضر مع انطلاق الثالث تحديات النويعس حمد بن محمد بن سالم بن جويل المري. المركز الثالث من الجانب الأيمن نتابع نتابع المركز الثالث تقدم صيحة بخيت محمد بن لنجح المري. المركز الرابع وصول على رابع المراكز تقدم خود لفرج بن حمد بن علي البريص المري. تعلن الوجود خود ووجود شعاري على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع على خامس المراكز تقدم جود لعبد الرحمن بن سعيد بن راشد الجربوعي. الشعارات متواجدة حاضرة التحديات مستمرة. بدأ فقط بهذه اللحظات على الأسماء الأولى اقتراب الشعارات من بعضها البعض بدأت تحلو المنافسة. يا سلام الغالية على المركز الأول هذا المركز المتقدم المركز الغالي لدى الملاك والمضمرين وارتقاء بكلمة الناموس. كلمة الناموس لمن من هذه الأسماء الغالي على المركز الأول علي بن سعيد بن راية المري. المركز الثاني تقدم شعار بن لنجح على ثاني المراكز مع تواجد مصيحة بخيت محمد بن حمد اللنجح المري وصيحات الجماهير ترافق مصيحة. بدأنا بتحية الكيلومتر الأخير. المركز الثالث التواجد من نبا محمد بن راشد بن سلعان المري. المركز الرابع وتابع شعار بن جويل على رابع المراكز. المركز الخامس تقدم شعار خود فرج بن حمد بن علي البريص المري على خامس التحديات. لكن أعود
أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. الله يا الغالية الغالية، ما زالت مسيطرة على أول المراكز، متقدمة الأسماء، مسيطرة على ناموس هذا الشوط. علي بن سعيد بن راية المري، لكن المركز الثاني الله تقدمت مصيحة، انطلقت مصيحة على أول المراكز، مصيحة بناموس هذا الشوط بالمركز الأول. تقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة بخيط محمد بن حمد بن لنقع، المري مالك مصيحة على أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط، مع ناموس هذا الشوط بانطلاقة ناموس هذا الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت خوت فرج بن حمد بن علي البريص المري، لكن الصدارة الصدارة مع مصيحة، مصيحة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الناموس الثاني. والتبريكات لبخيت محمد بن لنقع المري من فاز معنا بهذه الانطلاقة، هذه لحظة وصول مصيحة إلى خط النهائي مع الفوز الناموس. المركز الثاني وصلت على ثاني مراكز خود، ما قصرت خود، الله يقول حق لفرج بن حمد أبريس المري. المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز الغالية لعلي بن سعيد أبريس المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل سويسرا راشد بن بطيل حسن المري. المركز الخامس وصلت على خامس المراكز هيبة لسعيد بن مسعود، بن مسعود آل فهيدة المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا هذه الانطلاقة وشاهدنا مصيحة 7:36 ستة الزمن الثاني، هذا هو توقيت الزمني. نهني ونبارك لمالك مصيحة بخيت محمد بن حمد بن لنقح المري. في المركز الثاني وصلت خود 7:37 الزمن الثانية، التان تبارك لفرج بن حمد بن علي البريس المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من الغالية من كانت قائدة لمجريات الشوط 7:40 ثلاثة الزمن الثانية، التاني والتبريكات لعلي بن سعيد بن علي البريس المري.